صباح الخير أبنائي وبناتي الأعزاء. النهاردة هنشرح شابتر 6. شابتر 6 بيتكلم عن الـ Audit Responsibilities بالنسبة لل كل الـ Responsibilities بتاعت عملية الـ Audit Process، وزر بالنسبة للـ Management Responsibilities or الـ Auditor's Responsibilities. بالنسبة لل لما نتكلم عن الـ Audit of Financial Statements، فإحنا هنلاقي إن في هنا عندي Main Purpose of the Audit of Financial Statements. الحقيقة الـ Auditor must give his opinion about the fairness of financial statements and state that the financial statements are prepared in accordance with GAAP أو إن GAAP are followed. ده بيعتبر المين اوبجكتيف بالنسبة للكوندكتنج ان اوديت اوف فاينانشال ستيت. طيب هاو تو ديستنجوش بتوين المانجمنت ريسبونسبيلتيز والاوديتورز ريسبونسبيلتي. الحقيقة كل من المانجمنت والاوديتورز الاثنين دي فوكس اون بوث فاينانشال ستيتمنتس اند الانترنال كنترول سيستم. فاحنا لو اخذنا الفاينانشال ستيتمنتس هنلاقي ان المانجمنت از ريسبونسبل فور بريبيرنج فاينانشال ستيتمنتس ان اكوردنس ويز الاستابليج كرايتيريا اور الجاب، بات الاوديتور ماست ايفالويت او اكزامين اند ايفالويت البريبيرنج اوف فاينانشال ستيتمنتس تو ستيت ذات فاينانشال ستيتمنتس ار بريبيرد ان اكوردنس ويز الجاب. يعني هنا بيدي اشورنس حول الجاب. يبقى هنا المانجمنت هي اللي بتعمل بريبريشن اوف فاينانشال ستيتمنت، بس الاوردر هو اللي بيعمل الايفالويتنج والاكزامينج للفاينانشال ستيتمنت. ده بالنسبه للفاينانشال ستيتمنت. طيب بالنسبه بقى للانترنال كنترول سيستم اللي احنا هناخده في اخر شابتر ان شاء الله، فهنلاقي ان المانجمنت از ريسبونسبل فور ديزايننج اند اور استابليشينج الانترنال كنترول سيستم، بس ذا اوديتور از ريسبونسبل فور استادينج اند ايفالويتنج الانترنال كنترول سيستم. يعني كل ما يفعله الاكونتنت هنا او المانجمنت بصفه عامه، فبنقول ان هو بيعمل البريبريشن للفاينانشال ستيتمنت وبيعمل الديزايننج اند استابليشنج للانترنال كنترول سيستم، بس الاوديتور دايما بيبقى هو الريسبونسبيلتي بتاعته بتبقى اوفر او بتبقى ايه بعد البريبريشن اوف فاينانشال ستيتمنت او بعد الاستابليشنج للانترنال كنترول سيستم. طيب هنا بالنسبه لي الاوديتور ريسبونسبيلتي هنلاقي ان هو زي ما قلنا ان هو يعني ريسبونسبل فور اكزامينينج الفاينانشال ستيتمنتس اند جيف هيز اوبينيون اباوت الفيرنس اوف فاينانشال ستيتمنت. سو اف ذا اوديتور فايند اني ميستيكس اور ايرورز اور فرود اند سو اون، وات اباوت هيز ريسبونسبيلتي. الاوديتورز ريسبونسبيلتيز فور ديتكتنج ماتيريال ايرورز. الماتيريال ايرورز دي اللي بتبقى ماتيريال، يعني معناها ان الايرورز دي بتبقى هاز لارج ريفليكشن اون ذا اذر اكونتس، يعني ما بتبقاش ستيبل في مكانها ولكنها بتبقى ليها افكتس اون ذا اذر اكونتس. اوكي، فهنا الاوديتورز ريسبونسبيلتيز هي عباره عن ان بنعمل ديتكتنج للماتيريال ايرورز. الماتيريال ايرورز اللي هي بتبقى بنقول عليها ان هي ممكن تكون حاجه intentional يعني مقصوده. فالماتيريال ايرورز دي بتيجي منين؟ بتيجي مثلا من mistakes in calculation، يعني انا بعمل calculation بيحصل فيه mistakes، بس المستيكس دي ما بتبقاش بقى مش شرط انها تكون يعني ان intentional، ممكن تكون intentional وممكن تكون ان intentional وممكن يكون في omission ايضا، وممكن يكون في ميس اندرستاندنج اوف اكاونتنج ستاندردز، يعني واحد هنا عندوش نوليدج اباوت الاكاونتنج ستاندردز، وبالحاله دي فبنقدر نقول ان هنا بينشا او هنا از ارايزنج في ماتيريال ايرورز ارايزنج فروم اول ذيس ريزونز اللي هي المستيكس والاوميشن والايه والاجنورنج الاكاونتنج ستاندردز.
ايضا الاوديت، الاوديتور از ريسبونسبل فور الماتيريال فرود. طبعا الفرود بيبقى هنا بيبقى يعني ريسكي اكتر من طبعا من الايرور، لان زي ما قلنا الايرور دايما بيبقى ان انتشنال الا لما تكون بيعقبه فرود، فبيبقى بداية بيبقى ايه الايرور، بيبقى ماتيريال ايرور. اما الايرور اللي هي بتبقى مثلا resulting from مثلا mistakes or مثلا omission او حاجات دي بنعمل copy paste او كلام من ده، فهنا الاوديتور must detect الماتيريال فرود. وطبعا الماتيريال فرود دي more difficult to detect، مش سهله، لان because it depends on الاجريمنت اللي بيكون بين او الديل اللي بيكون بين تو اور مور بيرسون. يعني مثلا في هنا بيبقى بقى يعني الفرود ده ممكن يكون مثلا الاوبجكت بتاعه اللي هو تو سيفت اسيس، يبقى هنا في تو سيفت اسيس مثلا، يبقى هنا في اجريمنت بين تو بيرسونز ات ليست، يعني بيبقى هنا في اتفاق على السيفت اوف اسيس. في الحاله دي بتبقى فيري ديفيكلت تو ديتكت ات اور ديسكفر ات. هنيجي هنتكلم هنا عن الايه الاوديت، هنركز اكتر على الاوديت ريسبونسابيلتيز فور ديسكفرينج ماتيريال ميس ستيتمنت. انا هنا يمكن في بعض الحاجات هنلاقيها، مره بتكلم بقول الايرور، مره بقول الميستيكس، مره بقول الايه الميس ستيتمنت. الحقيقه لما بتكلم على الايرور زي ما قلنا فدي تعتبر اقلهم، يعني ماتيريال يعني بتعتبر ايه الماتيريال. انما لما بقول فرود، فالفرود دي التايبس بتاعتها بتبقى الميس ستيتمنت. ميس ستيتمنت يعني معناها بعمل تشينجز ان ذا فاليوز اوف اكاونت، يبقى هنا بعمل بغير بعمل تشينجز في الـ في الـ في الاماونت. فهنا نقدر نقول ان الاوديتور از ريسبونسبل فور ديسكفرينج اند ديتكتنج الماتيريال ميس ستيتمنت. ماتيريال ميس ستيتمنت معناها ان الميس ستيتمنت دي لها لارج ريفليكشن اون ذا اذر ايه اكاونتس. الاوديت ستاندردز انديكيتس تو ذا امبورتنس اوف ديسكفرينج اند ديتكتنج الماتيريال ميس ستيتمنت. And the overall objectives of the auditor are to a لازم هنا بقى يعمل to obtain reasonable assurance about the financial statements, to state that financial statements are free from material misstatements. أيضا to report about fairness of financial statements. يبقى هنا عندي لما بنقول الميس ستيتمنتس ممكن تكون الميس ستيتمنتس دي ماتيريال، لو كانت لو هي ان ماتيريال فبنعمل لها اجنورنج يعني، لكن طبعا الماتيريال ميس ستيتمنتس هي اللي هي تعتبر فرود. الماتيريال ميس ستيتمنتس مينز ان في بيبقى عندي هنا مثلا ان كوركتد مثلا ايرورز، ان كوركتد ايرورز او مثلا اللي هي الميستيكس مثلا بتبقى هنا ان انتشنال، اللي هي بتبقى ان اصلا انتشنال لكن بتبقى هنا as a beginning ممكن نعتبرها انها intentional علشان بعد كده followed by الايه الفرود. يبقى the combined uncorrected errors and the fraud would have changes the auditor's decision. ده معناها ان لو انا عندي uncorrected errors كتيرة موجودة عندي وعندي fraud، ده هيعمل ايه؟ ده دول مثلا ده كل دولت requiring modification in the audit report. الموديفيكيشن دي بتبقى عباره عن ايه؟ ان الاوديتور هنا will change his opinion will change his decision. يبقى الاوديتور if the auditor found any circumstance او any event affects on ال accounts he will change his decision or his opinion. طيب هنا الاوديتور بقى كمان بيعمل ايه؟ بيدي اشورانس. طب نوع ايه واتس تايب اوف ايه الاشورانس اللي بيديه الاوديتور؟ هل بيديله مثلا ابسولوت اشورانس يعني معناها انه بيدي جارانتي فور اليوزرز ذات الفاينانشال ستيتمنتس ار فيرلي ستيتد ان اكوردنس ويز جي اي بي، معناها ان هي فري فروم اني ماتيريال ميس ستيتمنتس. طبعا هنا لا، بنبقى على اساس انها بتبقى ريزونبل اشورنس وليس ابسولوت اشورنس. فهنا الاشورنس ده يعتبر ميجر اوف ليفل اوف سيرتينتي،
that an auditor has obtained as a completion of the audit. يعني هنا بيحدد ان هو خلاص عمل finishing لل audit process, وفي نفس الوقت هنا give a reasonable assurance about the fairness of financial statements. Reasonable assurance يعني means مثلا ممكن يكون مثلا في بعض الايه الميس ستيتمنتس, او ممكن تكون الماتيريال ميس ستيتمنتس, او ممكن تكون ماتيريال ميس ستيتمنتس بس تعتبر انها ايه يعني فيري فيري سمول, فبنعمل لها اجنور. طيب ايه وات تايبس ايه اوف ميس ستيتمنتس؟ انا عندي الميس ستيتمنتس الحقيقه في منها تايبس معينه, طبعا دي بتعتبر انها بنقول عليها دي نون ميس ستيتمنتس. نون ميس ستيتمنتس يعني الاوديتور ايه اكسبكتد تو فايند ات ان ايه ان ذا اكاونت. فهنا النون ميس ستيتمنتس دي ليها تو تايبس, تو تايبس بتاعتها اللي هي الايرورز والفرود. وقلنا الفرود ده معناها على طول يعني من الاخر كده هو دايما بيكون ايه انتشنال, اما الايرورز فبنقول عليها انها ان انتشنال ايه ان يثبت انها العكس. فالايرورز بتبقى ان انتشنال بس ستيتمنتس, بات الفرود بتبقى انتشنال. والفرود دايما بيكون في صوره ايه, مثلا لو احنا عندنا مثلا ميس ابروبريشن اوف اسيتس. الميس ابروبريشن اوف اسيتس معناها ان هنا فبتجي بتبقى طبعا بتظهر اكتر في الانترز اللي انا بعملها, وفي الحاله دي بيظهر بقى بعض الحاجات زي مثلا اللي هي بتبقى انتشنال, زي مثلا ممكن يكون في الكاشير مثلا ريسيف مثلا ماني او حاجه وبعدين بات دونت ايه ريجست ات, هي دازنت ايه ريجست ات. في الحاله دي بيبقى هنا بنقول عليها تيكنج كاش اند نوت ريجست ات. نوت ريجست ات معناها ان هو على طول ده سيفت اوف اسيت. This is called سيفت اوف اسيتس, ودي بنقول عليها ايه بقى؟ بنقول عليها فرود. بس الفرود ده نوعه ايه؟ جاي من مين؟ يعني هنا بنعتبر ان هو جاي من مين؟ لا ده جاي من الامبلييز. يبقى دايما السيفت اوف اسيتس والفورم الفورمز بتاعته زي مثلا ما بنقول تيكينج كاش اند نوت ريجستيت, فدي بتعتبر امبلوي فرود يعني غش من الموظفين. وده ريزلتنج فروم الايه؟ طبعا الفرودجلنت فاينانشال ريبورتنج. الفرودجلنت فاينانشال ريبورتنج بتبقى عباره عن دي بيرفورمد باي المانجمنت. المانجمنت بتبقى طبعا بيبقى يعني نو ايفري ثينج اباوت البريبريشن اوف فرودجلنت فاينانشال ريبورتنج مي بي تو مثلا تو مثلا ريكفر البروفيتس اور النت انكم ها اند تو يعني احنا ممكن نقول هنا مثلا لو حبينا نقول ايه تو مثلا تو ديكريز التاكس ديو. طيب في ايضا هنا يبقى هنا ايه الفرودجلنت فاينانشال ريبورتنج دي كوميتد باي المانجمنت, ولكن ال taking cash او safety cash without register it يبقى في الحاله دي بنقول عليها employee fraud. يبقى في فرق بين employee fraud دي committed by ال employees, اما الفرود الثانيه اللي هي fraudulent financial reporting دي committed by ال management. في عندي ايضا ال theft of assets. ال theft of assets زي اللي احنا قلناها دلوقتي فوق لسه قايلينها دي بتكون ايه دي committed by ال employees, وطبعا بتبقى مش شرط انها تكون المانجمنت انفورمد ويز ذيس مثلا بروسيس او العمليه دي يعني بتاعتها. هيظهر عندنا هنا بقى حاجه ثانيه غير بقى الايه الفرود والايرور والحاجات دي والميس ستيتمنت. طيب انا عندي دلوقتي في ميس ستيتمنت, وممكن ميس ستيتمنت دي تكون ايرورز, ممكن تكون فرود, ممكن تكون ديس ابروبريشن اوف اسيتس, ممكن تكون ميس ستيتمنت ماتيريال ميس ستيتمنت. طيب هاو ازاي الاوديتور هنا يقدر تو نو او مثلا تو سيرش فور ذيس ماتيريال ميس ستيتمنت؟ يبقى هنا باي البروفيشنال سكيتسز. What meant by professional skepticism? Professional skepticism arising from the evaluating of internal control system. If the auditor evaluate internal control system and found that the internal control system is effective,
This means the level of professional skepsis is low. But if he found the internal control system is ineffective, this means the level of professional skepsis high. البروفيشنال سكيبسيز ده هنا in all aspects of the engagement, وده بيبقى attitude معين, يعني بيبقى في موقف معين بيبقى عنده الايه البروفيشنال سكيبسيز ده, وده must be planned and performed مع with اي attitude of professional skepsis. طيب البروفيشنال سكيبسيز دي consists of ايه؟ في عندي two components of professional skepsis. Number one اللي هي questioning mind. questioning mind معناها بنقول عليها زي العقلية المتساءلة. questioning mind يعني معناها طول الاوديتور هنا طول ما هو قاعد عمال ايه في تساؤلات, في ريكوست كده عمال يسأل عليها, لان دي اتهلبس الاوديتور تو الاوديتور تو اوفست الناتشرال بيس تو وونت تو تراست ذا كلاينت. يعني هنا دي تعتبر يعني مفيدة للاوديتور. يعني questioning mind means الاوديتور approaches he audit the audit with trust. يعني الاوديتور دايما بيبقى عايز to reach to a trust, but by verifying everything, but by verifying all transactions, all كل الاكونتس اللي موجوده المنتال ايه اوتلوك. السكند كومبوننت, يبقى الفيرست كومبوننت ان هو دايما البروفيشنال سكيبسز بيبقى questioning mind. اما السكند كومبوننت بيبقى ايه؟ كريتيكال اسيسمنت. كريتيكال اسيسمنت اوف اوديت ايفيدنس. كريتيكال اسيسمنت يعني معناها ان هو دايما اسكينج كويستشنز اند ميك اتنشن تو ايه ان كونستنت, الحاجات اللي هي بتبقاش ايه كونستنت. يعني لو في حاجه كونستنت سنويا مثلا خلاص بيبقى عارف انها كل سنويا دي معروف, دي نون دي معروفه. لكن لما بيكون في تشينجز مثلا فروم ميثود تو ميثود اخرى وهكذا, في الحالة دي بيبقى هنا في critical assessment of the audit evidence. يبقى نقدر نقول طيب ال benefit بتاعت ال professional skepticism help انها help the auditor to reduce the audit failure through the audit. يعني هنا بتعمل ايه, ممكن نقول prevent or بتعمل reducing لل proper failure of the audit process. طيب في كاركترستكس اوف سكيبسيزم, يعني سكيبسيزم ده عشان يبقى عندي بروفيشنال سكيبسيزم يبقى داخل وانا بعمل الاوديت بروسيس بيبقى عندي كاركترستكس معينه. فهنا اول حاجه قلنا زي ما احنا قايلين لسه دلوقتي ان لازم يكون عندي questioning mind, لازم يكون عندي شك. لكن لو الاوديتور داخل وهو تراست وهو مطمن جدا فده ما يعتبرش ان هو ايه عنده بروفيشنال سكيبسيزم. يبقى نمبر 1 questioning mind. نمبر 2 suspension of judgment. يعني دايما الجادجمنت بتاعته بيبقى ايه, بيبقى يعني حسب بقى الاتيتيود بتاعته اللي هي بتبقى موجوده, لان ممكن يحصل تشينجز بالنسبه او يحصل موديفيكيشن للهيز اوبينيون يعني افري مينيت مثلا. ده وده بيبقى ان اكوردنس ويز اني سيركمستانس اور اني ايفنتس ريكوايرنج تو ميك ايه موديفيكيشن. ايضا سيرش فور نوليدج, يعني هو دايما بيبقى بيعمل سيرش فور نوليدج علشان كده هو بيعمل هنا فيريفاينج تو كولكت نوليدج اور انفورميشن اباوت ذا تراست اند تو ايه تو جيف هيز اوبينيون. برضه في الانترنال او الانتر بيرسونال انتر بيرسونال اندرستاندينج. فهنا طبعا الاندرستاندنج دي مفهومه جدا, ودي بتبقى نتيجه طبيعيه للكويشن الكويشنز اللي هو عمال يسال عليها والاتنشن اللي هو عمال ايه يستفسر عنه. والحاله دي بتبقى معناها كانه بيعمل اوتونومي, يعني كانه بيوصل الى الفيري فيري مور ديتيلز بالنسبه للاشياء نفسها. وايضا بيبقى هنا عندي في عشان يصل الى السيلف كونفيدنس او بتقوده الى السيلف كونفيدنس يبقى عنده هنا مقتنع, بيبقى عنده تراست, مع ان هو بيكون عمل الايه فيريفاينج للايه فور ايفري ثينج وفور ايفري